ما حكم القنوت في الفجر؟ الشافعية والمالكية يرونه سنة، الشافعي يراه أنه سنة آكدة، إذا نسيتها سجدت لسه. أحمد وأبو حنيفة بيقولوا لا، النبي ما داومش عليها. سيدنا الإمام الشافعي اعتمد على حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر مطلقا كده. فالتاني قالوا لا، ما هو في حديث أنه كان يدعو على رعد وذكوان ثم ترك، ما هو في كده وفي كده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمعقول أن النبي فعل الاثنين، فمش مشكلة، صليت ورا واحد ما قنتش ما يجراش حاجة، صليت ورا واحد قنت ما يجراش حاجة. الخطأ فين؟ في من خطأ بعد ما نخلص الصلاة، انت ليه ما عملتش قنوت؟ ما يصحش، خلاص هو الإمام له الاختيار. انت ليه بتقنط؟ برضو ما يصحش. ليه؟ لأن النبي فعل الاثنين. يقول الإمام النووي وهو صحيح، اللي هو حديث أنس، يعني مصححين الحفاظ.